الباحثين الصغار، لدينا رسالة وهي تحقيق تعليم أفضل للأطفال اللاجئين والغير اللاجئين في مصر. وقد قمنا بمئات المقابلات للتلاميذ وأولاء الأمور والمدرسين والمسؤولين عن اللاجئين كمكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومكتب CRS، ونتمنى أن نوصل صوت هؤلاء التلاميذ والمدرسين وأولاء الأمور إلى المسؤولين والمانحين للتعليم ونحقق رسالتنا. We are a group of young researchers with a message, which is to achieve a better education for refugee and non-refugee young people in Egypt. We have carried out hundreds of interviews with students, parents, teachers, and those responsible for refugee, like the UNHCR and CRS. We hope the voices of students, parents, and teachers through our work reach those who are responsible for education provision and so achieve our goals. يعني ناوى أدرس إعلام إن شاء الله. In the future, I want to be a dentist, so I'm working on it. والله داير أكون مضيف طيران. عايزة أكون دكتورة بتاعة أسنان. دكتور. عايزة أبقى دكتور بيطري. والله عايزة أطلع حاجات كتيرة زي مهندس. كان تقريباً شعور إن أنا مش عايزة أتكلم، خايف. At the beginning, I was lonely without any friend. But later on, I gained some friends. شعور طبعا ما كنت عارف زول ولا اي حاجه، فتحس انك غريب كده. بيعملوا لنا نظام تمارين في المدرسه مع نظام الكشافه وكده، فبنتدرب معه. المدرسه ما بتساعدني، لكن اهلي هم اللي بيساعدوني. يعني انا ممكن يعني اروح النادي او يعني هيك. At school, there's my teacher is a painting teacher, so he provided us with like materials to draw and so on. At home, my mom told me, like if I told her I want to buy some colors, some paintings, or some materials, she gave me money to buy. المدرسة ما عندها قضية بأي زول، ألا بس تدرس تشيل القروش وخلاص. أنا بنوي هوايتي بنفسي. ما تساعدني. لكن البيت بيساعدني، بيشجعني واختي وكده عشان ارضي شعور، في ذاتها يعني بتكتب لي اشعار وحاجات اقول. يعني بتساعدنا كمان ما عشان دراسه وبس، التربيه قبل التعليم بتعملنا ثقافه، يعني معلومات جديده بناخدها وكده. المدرسه ما بتساعد في تنميه الهوايه، لانه كده كده انا هوايتي اسلت الجري رننج، فايوه فاسمه ايه ده؟ هم ما عندهم اساسا كرة سلة، هيجيبوا لك جري، والمدرسة صغيرة حجمها صغير، يعني والجري عايز مكان فيه 400 متر و100 متر وكده، فعايز مكان واسع. المدرسة ضايقة اولا، ولا بيفكروا في اللعبة الوحيدة اللي عندهم كرة القدم، فما عندهم سلة ذات عشان يجيبوا لك جري. المدرسة ما بتساعد زول في تنميته. I think that's something that often is there is not enough for children, because obviously, you know, the first things that you have to pay for are the rent, and then the teachers' salaries, and then the food, and the books, and so entertainment tends to come right at the end, it's the last thing, and I know that it's something that we probably don't do enough of. I wish we had more money to do. إحنا بنتكلم عن مدرسة، ونحن حتى الآن باعتبارنا مراكز بتاعت لاجئين. يعني الظروف المحيطة بالمدارس أو المدارس أو المراكز بتاعت اللاجئين متهيألي فيها نقص حاد في حاجات كثيرة جدا جدا. يعني أنا الطالب، من حق الطالب إنه ياخذ مناشط، بس ما عندنا المساحة أو المكان اللي نقدر نوفر له المساحة اللي يؤدي فيها الموهبة بتاعته، لأنه زي ما قلنا في الأول المرأة المسألة التعليمية. الإنجليزي عشان
عشان بيعاملنا كويس وبيساعد الطلبة دايما كده. أستاذ تاريخ وجغرافيا اسمه أسامة حسن، لأنه أستاذ تدريس كويس، ولما نيجي ما في زول أساسا ما بدوك زول، ولما نيجي يشرح ما بيدي فرصة لزول إنه يتكلم من كثرة ما الناس عايزين يسمعوا له شرحه، يعني الناس بيحبوا يسمعوا كده، ما بدي فرصة لزول إنه أساسا ياخد يتكلم، البليد عايز يسمع ذاته. أستاذ انتصار عشان أنا بحبه وكده، عشان بتدرسنا الفيزياء وكده. الطلاب أصلا يعني أو الطالب هو كطفل، أي طفل له يعني ميول وله أهواء وله طريقة معينة في الحياة، ما كل الأطفال بيكونوا على نمط واحد، ولكن المعلم المؤهل للقوائد يعني المعلم الدارس لغة التدريس دارس التربية بيعرف يتعامل مع كل طالب. هو ما في طالب بريد، في طالب مهمل، في طالب مهمل برضو ما بكون منه، هو بكون من العائلة، من البيت، من الأسرة، من الكتاب اللي بيدرسه، من المدرسة نفسها، من مشاكل الحياة تخلق من الطالب يكون طالب مهمل. يعني ما في طالب هو خلق مهملا أو ولد مهملا، ولكن الظروف المحيطة بالطالب هي التي تجعل منه إما يكون طالب نابغة ودهتان أو يكون طالب متأخر في الدراسة. والمعاملة المفروض تكون معاملة على حسب فكر المعلم نفسه في طرق التدريس درسها حتى يتأقلم الطالب، ويحاول أن نرفع مستوى الطالب، وفي النهاية يخلق طالب نموذجي يخرج للمجتمع طالب ناجح. يعني حاجة كثيرة قوي مثل العنصرية والضرب والإهانة من المدرسين والمنهج صعب، مشاكل كثيرة مش هنعرف نتكلم. في مشاكل كثيرة يعني بتواجه الأطفال بالذات اللاجئين يعني في مصر، في العنصرية، وفي ما بيقدر إن هم يعيشوا يعني في المدارس المصرية من سبب الأساتذة معاملتهم، يعني حاجات ما بيقدر ان هم يتعاونوا مع المصريين وكده. في ما يكون التعليم يفهمونا زين بعض المدرسين، لا ما فيها صعوبات واجهتهم. Private lessons because in Sudan we don't take private lessons because it's very expensive and without it we can do nothing. ضرب المدرسين، دروس الخصوصية والمصاريف، يعني المدرسين بيضربوا الأطفال بدون سبب أو بسبب، ومصاريف غالية جدا، دروس الخصوصية كتير ومصاريفها أكتر. تقريبا عشان ده كله بسبب الصبيان. نعم؟ بسبب الصبيان. في ولد مشاكس بيعمل الإزعاج، بيخلي التلاميذ كله يعمل، الأولاد كله يعملوا معاه إزعاج، وبيثبتوه في البنات وباقي التلاميذ كله. هيدقوكم كلكم؟ إنه التلاميذ بيضايقوني وكده، يعني مثلا عشان لوني كده. ما في مشكلات داخل المدرسه، مشاكل كتير ممكن، يعني المدرسين ما يهتموش بيك اكتر عشان انت اجنبي ولا لاجئ كده، ويعني لو سالته وقلت له عيد اسئله ولا يعيد، وكلام يعني ممكن بيشرح كلامه يعني لهجه مصريه، في كلمات يعني اكتر بيشرح لهجه مصريه، فاحنا ما نقدرش يعني نفهم اكتر. And the student whom they are not understand normally like the others, I will give them also more attention and also I will explain for them more than one time, and also I will sometimes I give them more homework because more homework it will help them to increase the memory, and if that is not working also with them I will bring them alone, and then I will give them additional time from my own time because that it will help them, and then at the end they will improve their standards. There are many problems ranging from poor housing circumstances, children being here without families, malnutrition is a big problem that we face. There are huge ranges of problems, emotional problems, obviously, for some of the children who've been through some terrible things. Unaccompanied young people find it some particular difficulties. They're mainly coming from Somalia and Eritrea and Ethiopia. Lots of them do not speak English and Arabic well enough to be able to enter into a school. So the only option, therefore, is to go to language classes. And because lots of them are older, there's not so many very young people, they're more 16, 17, 18.
By the time they would get good enough at the language, they're sort of past the age where they're interested in joining school. أكثر المشاكل تكراراً هي مشاكل الغياب المتكرر. الغياب المتكرر يعني الطلبة بيغيبوا ونقول لجهل الأولياء الأمور بأن مزالة الحضور اليومي هي مهمة لتحصيل الطالب. وبعدين الأطفال بيكون عندهم مقابلات في السي ار اس في اليو ان بيكونوا قاعدين حارسين البيت هم ونبون مش مشوار هم قاعدين مساكين قاعدين في البيت فبيغيبوا عن الدراسة. فأنا بقول إنه الطالب اللاجئ يعني الله يكون في عونه بس الله يكون في عونه. تعلمت الكثير يعني من إني يكون عندي الثقة بالنفس وإني أقدر أعمل حوار مع أي حد وإن أنا شفت اتعرفت على ناس كثيرة من جميع الأجناس يعني وقدرت يعني إن أنا أحاول معاهم وأعرف مشاكلهم وكده. تعلمت إنه أنا عرفت مشاكل الطلاب هنا يعني اللاجئين وغير اللاجئين وهنا. ويعني انه انا شخص مسؤول كده يعني. تعلمت حاجات كتير زي اعمل انترفيوهات مع ناس واسمه ده واشترك مع ناس بيعملوا شغل في كتابه في المشاكل بعرف مشاكل الاطفال وهم بقوا يتكلموا معايا كل ما اخد منهم مشكله يقولوا لي مشكلات تانيه وكده واصور ازاي واعمل بس هذا تعلمت من هذا البحث. علمت حاجات كثيرة منها مثلاً كيف تتعرف على مشاكل الناس وتساعد في حلها أو المسؤولية. يعني بدل المدرس ما يضرب أساساً الأطفال هيعندوا معي يعني مش هسمعوا كلامه. I think it's not have to be beating. You can like give them advising or tell them do that don't do that not like beating them. Because it's gonna be like it's the children will hate you if you're a teacher and being them will they will scare and hate you. Leave them to love you, not to hate you. الحلول مثلا إن إحنا نقلل المصاريف والمنهج يقل شوية. بالحقيقة أنا كنت أودي أن أدي هذه البحوث للناس الكبار الذين يساعدون العائلات مثل المنظمات واليو ان. كنت عايز اقول لهم من مشاكلهم وهم لو هم يعرفوا لو هم يمكن يحلوا اذا لم يحلوا فهذا مشكله. ان احنا نحاول ان احنا نساعد اللاجئين اللي احنا عملنا معاهم البحث ونشوف شنو اللي كانت مشاكلهم يعني نسوي لهم حل يعني زي ما احنا رحنا عملنا مقابله مع المفوضيه اليو ان فقالوا لنا عن حلول كثيرة للاجئين وكذا. ويعني ممكن نعمل المعلومات اللي احنا جمعناها من الناس يعني احنا يعني احنا اللي احنا يعني نكتب كلام ومشاكلهم ويعني ونودي المشاكل دي للمنظمات اللي ليها يعني علاقة بيها عشان تحل المشاكل دي اللي احنا جمعناهم وتحل المشكله بتاع الناس دي. يعني الحلول دي ممكن تكون يعني نوعين ممكن تكون مادي ومعنوي يعني زي المادي دي يعني في ناس كتير ما تقدرش تكمل فلوس المصاريف بتاع المدرسه يعني عشان السبب ان هو ما فيش يعني شغل في مصر يعني زي اللي صومالي ما يقدروش يشتغلوا فدي بقى مشكله يعني لازم حد يعني الناس دي حد يعمل لها فرص عمل ويعني المنظمات زي سي ار اس دي تتكمل الفلوس عشان الناس دي يعني عشان اولادهم يروح مدرسه واما دي تبقى مشكله عشان الناس دي ما تروحش مدرسه لابنائهم. وفي حلول ثانيه يعني زي يعني التوعيه في مشاكل كتير مش مصاريف بس في حاجات كتيره يعني ممكن الناس تعملها توعيه أو الأنشطة برا المدرسة يعني حاجات كتير.